بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جريد 9 ماث فيرست تيرم يونت 2 ليسون 3. ليسون 3 بيتكلم عن حاجه اسمها ايه، كونتينيود بروبوريشن. يعني ايه كونتينيود بروبوريشن؟ يعني حاجه مختلفه خالص عن اللي احنا خدناه قبل كده. اول ما يقول لي كونتينيود بروبوريشن او يقول لي ايه اوفر بي ايكوال بي اوفر سي، يعني يفضل يكرر الايه السكند تيرم هنا، يحط برضو ثيرد تيرم ماشي equal c over d وهكذا، بيفضل يكرر اللي تحت يكرره تاني فوق، اللي تحت يكرره تاني فوق، ده اسمه continued proportion ماشي. دي بتبقى ايه ليها شكل واضح في الامتحان. فمين اللي continued proportion؟ خلاص افتكر بقى الجزء بتاع lesson 3 ده، ماليش دعوه بالجزء الاولاني اللي كان دايما المين multiply الاكستريم والبروبرتيز اللي احنا خدناها قبل كده، وايه equal bm وb equal cm، دي كانت قصة تانية يعني ليسون 1 وليسون 2. طيب امال ايه الفرق في ليسون 3؟ قال لي ليسون 3 ده دايما لما باجي اعمل ده مثلا مالتبلاي ده، هتلاقي ايه مالتبلاي سي عادي. طب الناحية التانية بي مالتبلاي بي تطلع بي باور 2 خلاص. طب وهنا سي مالتبلاي سي عادي سي باور 2، ودي بي ملتبلاي دي، يعني دايما هتلاقي في واحدة باور 2، دايما هتلاقي في واحدة ايه باور 2 خلاص. تعال نشوف الاكزامبلز اللي عليها. قولي find the middle proportion between each of the two quantities. middle proportion هل ده مش المفروض هم يكونوا 4 5 and 20؟ لما يقول لي middle proportion معناها ان ده continued proportion، معناها في واحد بس اللي في النص، يبقى اكيد دي 5 over النمبر اللي هو عايزه اللي هو x مثلا equal x بكرره تاني over 20، دي الحل الوحيد بتاعه خلاص. يبقى find the middle proportion بفهم ان ده continued proportion، اعمل ده multiply ده وده multiply ده، يبقى x multiply x x power 2 equal 5 multiply 20 100. اجيب سكوير روت هنا وسكوير روت هنا عشان اتخلص من الباور. تطلع اكس الروت بيروح مع الباور، وسكوير روت 100 بوزيتيف اور نيجاتيف 10. مين ما فهمش؟ تمام يا مستر. ماشي بص يا بلال، continued proportion دي يعني ال proportion دي المفروض a over b equal c over d صح؟ في ال continued ما بيحتاجش طرف رابع، يعني ما بيحتاجش ال d. ليه؟ بيكون اللي في النص ده واخد مكانين، المكانين a over b equal b over c، دي معناها continued يعني ما بتفصلش. يعني انا وقفت عند البي هنا، لا ما فصلتش، اكمل البي تاني اوفر سي ما فصلتش، سي اوفر دي ما فصلتش، دي اوفر اي كده. يعني دايما اللي تحت ده بيرجع يشارك تاني، اللي تحت ده بيرجع يشارك تاني، اللي تحت بيرجع ابتدي بي تاني، ده اسمه كونتينيود خلاص. فبيقول لي لو هم 3 بس لترز اقدر اعمل بروبورشن عادي، ازاي؟ اللي في النص ده هيقوم بدورين ماشي. هو في المسألة هنا بيقول لي هات اللي في النص اللي هو قايم بدورين، ده الفيرست وده الأخير ماشي، الاتنين دول الإكستريم. طب المين اللي هو المين؟ الطرف التاني اللي هو إكس، وهرجع أبتدي بيه تاني خلاص. الجزء اللي أنا عملته هنا ده مفهوم ولا في مشكلة؟ مفهوم إيه؟ مفهوم. لو مش مفهوم قول لي، عيد لك أجيب لك طريقة تانية. انا عارفك يعني لو فاهم بتقول فاهم، مش فاهم خلاص نرجع نعيدها من الاول. دي انت فاهمها الحركه دي؟ مدخلتش قوي صح. طيب ماشي نعيدها تاني. هو بيقول لي 5 ال second proportion او الميدل ده اللي انا عايزه اللي هو ايه مثلا ايكوال، برجع اكمل بالاي تاني هنا اوفر اخر تيرم اللي هو ال 20. عشان اجيب الايه ده بعمل ايه؟ بعمل زي ما كنت بعمل قبل كده، بعمل كروس ايه ملتبلاي ايه لوحدها، ايه ملتبلاي ايه بكام؟ ايه باور 2 5 ملتبلاي 20 100. ايه النمبر اللي اعمل له ملتبلاي نفسه يديني 100؟
تن تن يعني ال A ده ممكن يكون ب 10 أو ب نيجاتيف 10. ما نيجاتيف 10 تايم نيجاتيف 10 برضه ب 100، بقول له بص تبقى نيجاتيف 10 صح؟ طب هو اشمعنى عملنا روت؟ اشمعنى ايه؟ ليه عملنا روت؟ ليه عملناها روت؟ روت دي بيسموها انفرس اوبريشن، لما بيكون عندي ايكويشن كده وانا ما اعرفش الا تايم تيبل ولا اعرف اي حاجه، يعني مثلا اكس بلس 2 ايكوال 5 ماشي، الاكس تبقى بكام؟ ال x هنا x كده تقدر تجيبها ولا صعبة؟ سهلة، اودي النتو الناحية التانية يبقى 3 ايوه 3 يبقى ودي الناحية التانية اللي مش ده بوزيتيف، اودي الناحية التانية يبقى نيجاتيف. نيجاتيف، هيبقى ساعتها 5 minus 2 يبقى 3 في الآخر يبقى x 3. ماشي، في واحد يقول لك لا انا ما بعملش كده، كام بلس 2 يديني 3؟ كنا زمان بجيب له ايه وهو في جريد 1 كده، احط له بدلها سكوير، اقول له احطه كام في السكوير ده يا حبيبي؟ يقول لي كام بلس 2 ايكوال 5 يعني 3 ماشي. لا طريقة الكوشن طريقة الايكويشن دي للي عايز يمشي ماثيماتكس، فلو انا عايز امشي ماثيماتكس عشان اتخلص من الباور احط روت، عشان اتخلص من ال 2 اوديها الناحية التانية بنيجاتيف 2، في طريقة عشان اتخلص من الايه من كل حاجة جنب الاكس او الاي او البي انا عايزها ماشي. تمام. فالروت دي عشان اشيل الباور، وما دام خدت روت الناحية دي لازم اخد روت الناحية التانية تمام كده ماشي. نخش على اللي بعدها، تمام. اللي بعدها بيقول لي ال باور 2 ام باور 2، عايز اللي ما بينهم، اقول له ال باور 2 ودي ام باور 2 هتبقى في الاخر، واللي في النص الميدل اللي هو عايز اسميه اكس مثلا، واعمل كروس اكس طب ملتبلاي اكس كروس ازاي يعني؟ اكس اكس باور سكوير 2 ماشي، و ال باور 2 ملتبلاي ام باور 2 يا معز. بال بار 2 ان بار 2 شوف بقى ما شاء الله عليك يا معز، عايزين الاكس بقى يا معز، عايز اتخلص من مركز بقى. الباور 2 دي اعمل ايه؟ شاطر لو قلتها، نعمل حاجة هنعمل جديدة خالص. ديفايد ايه؟ ها هنعمل ايه ايه بقى؟ ثانية؟ إيه هي اكس ومش عارف ايه هي باور، ثانية، لو عايز اتخلص من الباور بعمل حاجة ايه هنعمل ما لها عملهاش روت، قبل. ايوه برافو هنعمل لها عليك روت. صح، برافو عليك. هعمل سكوير روت هنا وسكوير روت هنا، طبعا دي هتطلع باكس. يا مستر نعم هي دي اي مسألة؟ نمبر 2 تطلع والتانية تطلع بال بال ام وخلاص، يعني الاكس بتساوي ال ام بلس ايوه او نيجاتيف ماشي صح. ليه بقى؟ لان الرد ده هيضيع مع الباور 2 وهنا الباور 2، يتبقى لي ال و ام ومره بوزيتيف ومره نيجاتيف. ماشي كده، تمام. يلا الدور عليك يا محمد، بلال حل واحدة ومعاذ حل واحدة، انا هنحل عايز احنا احل التلاتة. التريو، دي سهلة. 2 square root 3 ماشي، نفس اللي فات على فكرة. هو الدور بقى على محمد، هو اللي يقول زيها ولا مختلف. ماشي يلا يا محمد. ماشي يا مستر، هنجيب الروت 2 square root 3 اهي multiply 6 root 3 6 root 3 هنا، يعني تعملهم الاثنين ملتبلاي بعض ونحط هنا اكس واكس، ده قصدك؟ أي ماشي، باكس باور 2 2 root 3 36 ملتبلاي 6 سكور root 3 هتطلع 36. يبقى نجيب الروت بتاع 36 يبقى هتطلع بلس اور نيجاتيف 6. ممتاز سهلة كده. ايوه نص. ايوه دي طبعا ايه في البداية كده بي ايه بيسخن معاك،
بيقول لك find the third proportion. third ومديني 2 يبقى ده ال continued. مفيش حاجة بتتكون من 3 parts إلا ال continued. ال third يعني 12 over 18. هرجع ابتدي بال 18 تاني ماشي over ال third بقى اللي هو مين x c أنا عايز ال x أعمل إيه؟ يا مستر احنا ليه ابتدينا من هنا من 18؟ مش ابتديت هو بيقول لي find the third. الثيرد ده اللي هو اكس مثلا. لما باجي ارص ال continued proportion بيبقى اللي في النص ده قلنا بيقوم بدورين تحت وفوق ماشي، تحت في الاولى وفوق في الثانية. تمام عشان كده رصيتها كده. افتكر دايما a over b equal b over c. طب الاكس عبارة عن ايه؟ بحط ال 12 تحت اللي هي قصاد الاكس وفوق 18 ملتبلاي 18. ده اول درس. ده يعني ايه اول درس؟ زي اول درس؟ شبه مسألة في اول درس. شبهه بس كان بيديني ايه؟ فورث بقى، فورث بروبروشن، فور بارتس. يقول لي 1 و 2 و 5 و 10 او يقول لي 5 و x. عايز فورث بروبروشن، فورث يبقى انا ايه؟ اعمل الفيلم دوت. عايز ثيرد يبقى اللي في النص هنا او السكند. لكن في الكونتينيد بروبروشن بيجيب لي تو بارتس بس. خلاص؟ دي تطلع كام؟ over 6 2 over 6 3 divided by 2 1 divided by 2 9 يبقى 27. صح؟ طيب اللي بعدها يا بلال. نيجاتيف اكس بار 2 واي بار 2 4 اكس بار 3 واي واند اي. خلاص بقول له نيجاتيف 8 اكس بار 2 واي بار 2 اوفر 4 بار 3 واي واي ايكوال كام؟ بار 3 واي. ما شاء الله عليك صح. وتحت كام؟ ايه انا عايز الـ A اعمل كروس ولا قصاد الـ A بينزل تحت؟ اطلع الـ A بره. اطلع الـ A بره ماشي. اعمل 4x باور 4x باور 3y مالتبلاي 4x باور 3y وننزل تحت الـ 8x باور 2y باور 2 ماشي. وتحت نيجاتيف 8x باور 2y باور 2 فوق واي واي يعني واي باور 2 هيروحوا ايه مع الواي باور 2 تحت. طيب هنا اكس باور 2 نعم نضربهم بعديها اسمها نحذف من هنا وفوق. طيب عايز تضرب الاول؟ اه ماشي. 4 ملتبلاي 4 16 اكس باور اكس باور 6 بعمل بلس للباور واي باور 2 over negative 8 x power 2 y power 2. الواي هتمشي مع الواي لفوق. الواي هتروح مع الواي. والx power 6 و x power 2 بعمل لهم minus. يبقى ادي x power 4. و 16 divided negative 8 equal negative 2. يبقى negative 2 x power 4. سهلة كده يا معاذ؟ سهلة يا مستر. ماشي. اللي بعد كده try by yourself. عايز الميدل نفس الموضوع ماشي؟ 32 على اكس واكس على 18. السلام عليك. طب first proportion هنعمل كروس وبعدين هنعمل غوت عشان نخلي الاكس لوحدها وخلاص. ممتاز. شوف حلها بمجرد النظر ما شاء الله. طب اللي تحتها يا معاذ؟ انا مشكلة ان انا كنت لسه لا دي قدرات بقى ونورانيات خاصة يا بلال بمعاذ مش اي حد يعرفها يعني. ما شاء الله. يلا يا معاذ التانية. عايز الفيرس التانية هتبقى اكس على 8 و 16 على اكس. كده النورانيات راحت وهتحطينا في موقف محرج كده.
اكس على 8 دي صح. هنا كام؟ ماشي اكس على 16. انت الاكس دي عجبك مثلا او في اكس على 8 بعد 8 على 16. شلنا ال 8 دي بتكمل. اه صح. اه بقى 8 ملتبلاي 8 ديفايدد 16 هتطلع 4 كده. 64 ديفايدد 16 يعني 4. ماشي كده محمد. انا عايز النورانيات دي تشتغل عندك برضه يا محمد، مش يبقى معاذ وبلال بس. ماشي ماشي. بيقول لي if A, B and C are in continual proportion and we assume that A over B equal B over C equal M. هنا لما دخلت ال M بقى في ال continual proportion A over B equal B over C equal C over D كده يعني equal M في الآخر. خلاص تمام. انا هعمل ايه؟ بيقول لي ال A دي equal كام؟ B M. طب وال B equal C M. قال لا، ما انا ممكن اشيل ال B دي واحط بدلها كام؟ C M. يبقى equal C M M صح؟ شلت ال B دي وحطيت بدلها C M اهي. يا مستر اهدى بس اهدى اهدى اهدى، انا حصل لي لاج في المخ. لما باجي اعمل كروس A over B اللي هي ب M ماشي، قلت بعمل كروس كده A equal B M ماشي. قال لي ما هي برضه ما كانش M كده على طول، ممكن نقول برضه B over C. المفروض A B B C خليتها M، يبقى ال B دي بكام؟ C M. ماشي؟ أيوه. طيب قال لي ال A دي ممكن أعمل لها ريليشن بين ال A وال C، إزاي بقى؟ قال مش ال B دي ممكن أشيل حتى ال C. هي بس C M. نعم؟ هي بس C M. C M. انت بتسأل ولا بتفكر ولا ايه؟ بسأل. هي ليه سي؟ نعم ده سي. مش ال A خدتها بي ام؟ اه صح صح خلاص صح. ال B سي ام هي هي. ماشي هشيل ال B دي واحط بدلها مين؟ سي ام. ال B دي شلتها وحطيت بدلها قيمتها سي ام، وفي ام هنا ماشي؟ يعني ال A دي عبارة عن سي ام باور 2. ماشي. ماشي؟ قال لي طب لو ما كانش فيه لحد البي سي فيه كمان سي اوفر دي، يعني ينفع ارجع اقول برضه سي اوفر دي ايكوال ام صح؟ نعم. وارجع اقول له السي دي عباره عن دي ام واشيل السي واحط بدلها دي ام وفي ام بار 2، يعني ال A ينفع تكون في ريليشن مع ال D اللي هي الأخيرة دي، بس ال M تكون باور كام؟ 3. باور 3 ماشي؟ فهو قال لي أنا هستنتج بقى حاجة، ال A لو علاقة مع اللي تحتها تبقى B M واحدة، طب علاقة مع اللي هنا مش ال B اللي تحتها، ال C اللي تحت اللي جنبها يبقى C M بس خليها إيه؟ M باور 2 لأنها إيه؟ في السكند تيرم. طب لو عايز ايه مع الدي يبقى برضه في ريليشن بس دي ام بار 3 كده يعني. خلاص ده البروبرتي اللي هو بيقول عليها. طب انا بي عايز ريليشن مع السي، مش السي دي تحتي بتاعتي يبقى سي ام. طب الدي لا دي بتاعت اللي جنبي يبقى دي ام بار 2. لو في حاجه رابعه دي ام مش عارف بار 3 دي ام بار 4 على حسب هي جنبي بكام ايه؟ بكام ستيب يعني. خلاص تمام. طيب الجزء ده ناخد عليه ايه اكزامبل، هو دي البروبرتي الوحيده اللي في الدرس يعني ماشي، هناخدها النهارده وبكره ان شاء الله نحل عليها برضو تاني ماشي، لو ما فهمتهاش هنرجع نحل عليها تاني.
تمام. طيب واللي example 3 A B and C are in continued proportion. ماشي بيجيبها لي صريحة كده. Prove that 4A power 2 minus 3B power 2 over 4B power 2 minus 3C power 2 equal A over C. فبقول له مدام هما continued proportion يعني A over B equal B over C. واقدر اشيل ال A واحط بدلها كام؟ BM. او اشيل ال A واحط بدلها C بس M power 2. اللي انا بكتبه ده في مشكلة يعني الاي دي ببي ام او لو انا هاخد اللي جنبها سي يبقى سي بس ام باور 2 لو في دي يبقى دي بس ام باور 3 لو في اي اي باور 4 كده. طب البي البي دي غلبانة في سي ام على طول. ماشي هروح انا اشيل بقى الاي واحط الفاليو بتاعتها بس اخليها كلها في السي يعني 4A باور 2 يبقى 4 ال A اشيلها واحط بدلها CM باور 2 CM باور 2 وهي A باور 2 ماينس 3 ال B بكام؟ ب CM يبقى باور 2. طب وتحت 4 ال B ب CM بس اخليها كله باور 2 ماينس 3 السي زي ما هي ما مش هشيلها حتى ولا حاجة. اللي انا كتبته ده في مشكلة؟ لا. محمد ومعاذ مفيش غير بلال الرغاي اللي هيشارك؟ مش مشكلة. لا مستر مفيش مشكلة. ماشي يبقى اكتب 4 الباور 2 ده هوزعه على الاثنين بوزعني بعمل ملتبلاي هنا ملتبلاي 1 ملتبلاي 2 يبقى 2 يبقى سي باور 2 هنا دي 2 يبقى 2 ملتبلاي 2 ب 4 يبقى ام باور 4 ماينس 3 وال 2 دي برضه وزعت 2 ملتبلاي 1 ب 2 وام ملتبلاي 2 ملتبلاي 1 ب 2 وتحت ال 2 دي برضه بوزعها يبقى 4 سي باور 2 ام باور 2 ماينس 3 سي باور 2 اخد من فوق كومن فاكتور اللي انا اقدر عليه ومن تحت الكومن فاكتور اللي انا اقدر عليه تمام مستر هو كلهم زي بعض اهو ما ينفعش اطير حاجه مع حاجه ما دام هم ديفرنت تيرمز كده معايا نفس الـ نفس الـ ما انا عارف انهم بوزيتيف ونيجاتيف زي بعض ايوه يعني عايز نعمل ايه طب هنعمل ايه انا بسالك ما انا بقول لك هناخد كومن فاكتور دي 4 ودي 3 النمبر ما ينفعش اخد منهم كومن فاكتور طب سي باور 2 سي باور 2 اقدر اخد منها ايه سي باور 2 طيب ام باور 4 وام باور 2 باخد مين الصغير اللي هو ام باور 2 وافتح براكت لما اخد من هنا سي باور 2 خلاص طار ال 4 تنزل زي ما هي ام باور 4 خدت منها 2 يتبقى لي ام باور 2 ماينس 3 تنزل زي ما هي سي باور 2 اخدتها والام باور 2 اخدتها خلاص ما يتبقاليش حاجه طب تحت ال 4 وال 3 مش هينفع اخد منهم حاجه طب سي باور 2 اخد منهم واحد ام باور 2 في هنا بس ما فيش هنا يبقى مش هينفع اخدها افتح براكت هنا يتبقالي 4 ام باور 2 ماينس 3 تمام كده تمام ماشي بعد كده مش المفروض 4 سي باور 2 مش ام باور 2 4 سي باور 2 خلاص 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 ماشي هطير البراكت ده مع البراكت ده صح تبع بعض وسي باور 2 وسي باور 2 يعني هتبقى لي كام يطلع بام باور 2 يبقى الليفت هاند سايد ده بام باور 2 left hand side اروح للايه لل right hand side a over c ال a معروف ان هو ب c m بار 2 وال c ب c ما عملتش فيها حاجه شيل ال c مع ال c يتبقى لي m بار 2
مين بدأ يستسهل الموضوع؟ بالنسبة لي سهل مصر عشان كنا واخدين حاجات شبه الموضوع، واخدين شبه. ماشي، طب وباقي الشباب؟ باقي الشباب أنا فاهم، أنا فاهمة بس. ماشي، طب تعالوا نشوف، نبص على أسئلة الامتحانات عاملة ازاي. وكده المرحلة خلص. ال continued proportion، لا هنشوف على الدرس ده بس شكلها عامل ازاي. ماشي، لما يقول لي fourth proportion يبقى ده مش continued. خلاص، ال continued بيبقى اتنين بس. طيب نشوف ال continued. ما جابش هنا حاجة على الكونتينر. ولا هنا جاب على الكونتينر. مستو ولا هنا؟ نعم، صوتك مرة واحدة اختفى من عندي بتطمن. ايوه بس صورك ماشي، بيقول لي مثلا دي 1 x 9 y are in continued proportion، يبقى x بكام y بكام؟ بقى رصهم بقى 1 over x، وابتدي باللي تحت x over 9 صح؟ وابتدي باللي تحت 9 اوفر خلاص بيلي، يبقى الاكس بكام والواي بكام؟ بمسك ده طلع منه الاكس، اكس ملتبلاي اكس اكس باور 2، 9 ملتبلاي 1 ب 9 عشان اجيب الاكس سكوير روت سكوير روت، يعني اكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 3. ماشي، تمام. اخد بقى الواي، الاكس هنا بكام؟ حطها مثلا ب 3 اوفر 9، ودي 9 اوفر واي. ماشي، الواي اهيت عشان اجيبها، يبقى 9 ملتبلاي 9 ديفايدد 3 مظبوط equal 27، يعني ال y equal كام؟ 27. بس positive ولا negative؟ positive or negative، لأن ال 3 دي أنا حطيتها positive، ممكن تكون negative، يبقى ال y positive or negative 27، وال x positive or negative 3. خلاص كده؟ تمام ماشي. اللي بعد كده نمبر 4b، if a b c and d are in continued proportion prove that. مديني a و b و c و d، ماشي، يبقى a over b مادام قال لي continued افتكر الطريقة دي. خلاص، b over c equal c over d، قول ان هي equal m، واخليهم كلهم relation فين؟ في ال d اللي هي اخر واحد. امسك ال A دي، ال A دي عبارة عن ايه؟ ممكن امشيها بالترتيب، عبارة عن B M وبعد كده ال B ب C M وال C ب D M واشيل كل واحدة واحط بدلها، بس انا عايزك تلقطها على طول، ال A دي ب B M. طيب، او برضه اقول عليها ايه؟ ممكن اخدها ريليشن ما بينها وما بين ال C، يبقى C بس كام؟ M باور 2. ممكن اخدها ريليشن ما بينها وما بين ال D، D بس D M باور 3. ماشي، طب البي عادي بسي ام، طب لو هي دي
يبقى دي ام بار 2. طب والسي؟ دي ام. ماشي سي دي بدي ام. اروح بقى اشيل كل واحده الاي والبي واحط الفاليو بتاعتها. الاي بكام؟ دي ام بار 3 والبي بدي ام بار 2، اعمل لهم ملتبلاي بعض. خلاص يبقى دي ام بار 3 ملتبلاي دي ام بار 2 يديني دي بار 2 ام بار 5. بعمل لهم بلس الباور 3 و 2 تبقى 5. 1 1 في الدي يبقى 2. ماينس ماينس كام؟ سي دي. ماشي السي بكام؟ بدي ام صح؟ فور. السي اهي بدي ام، يبقى دي ام ملتبلاي دي يبقى دي باور 2 ام. طب وتحت بي باور 2 اهي يبقى دي باور 2 ام باور 4. ايوه ماينس سي باور 2. السي باور 2 دي اللي هي بكام؟ دي ام يبقى دي باور 2 ام باور 2. انا بعمل بسرعه ولا فاهمين؟ فاهمين. طيب هاخد من فوق ايه كومن فاكتور؟ دي باور 2 موجوده هنا وهنا اخدها الفايف الما ام عشان دي باور 2 دي موجودة هنا وموجودة هنا. طب الام باور 5 والام اخد واحدة بس اللي هي الام الصغيرة يتبقى لي كام؟ لما اخد دي باور 2 من هنا راح ام باور 5 خدت منها ام واحدة يتبقى لي ام باور 4. وهنا خدت الدي باور 2 كلها وخدت الام كلها يتبقى لي 1. ماشي وتحت اخد دي دي باور 2 دي دي باور 2 اخد دي باور 2 ام باور 4 وام باور تاخد صغير. نعم المساله دي مش فهمتها الصراحه. انا هو جزء ده اللي هو الجزء ده الجزء ده تاني جزء تاني جزء. ماشي لو تاني جزء يبقى الموضوع ايه اهون شويه. ازاي؟ بيقول لي A ملتبلاي B، باخد ال A وال B مع بعض في حته كده واعمل لهم ملتبلاي بعض. ال A بدي ام باور 3 ملتبلاي ال B، ال B بكام؟ بدي ام باور 2. واقول دي ملتبلاي دي بدي باور 2. ازاي بقى؟ مش ده باور 1 وده باور 1؟ بعمل بلس للباور ما دام نفس البيز بحطه واعمل بلس للباور. طب ام باور 3 وام باور 2 قال لي برضه نفس الايه؟ البيز. طب وهنا 3 وهنا 2 اعمل لهم بلس 3 بلس 2 كام؟ 5. فحطيت هنا دي باور 2 ام باور 5. فهمتها كده؟ محمد؟ محمد انا مستر فهمت. طيب اللي بعد كده سي دي نفس الفكر. سي والدي سي بدي ام والدي بدي ملهاش حاجه يعني. دي ملتبلاي دي دي باور 2 وام ومفيش حاجه انا تنزل زي ما هي يبقى دي باور 2 ام. طيب بي باور 2 اللي هي دي ام باور 2 اخليها كمان مره باور 2 يعني هتبقى دي دي باور 2 والام تبقى باور 4. ماشي تمام. والسي باور 2 دي ام اخليها كلها باور 2 لان هو قال لي السي تبقى باور 2 يبقى دي باور 2 ام باور 2. ماشي ماشي. الزوم هيقفل بعد ثواني بايه الهوم ورك بقيه المسائل. انا هحاول اكمل المساله دي لحد ما الزوم يقفل. خلاص تمام. طيب لما خدت من تحت دي باور 2 ام باور 2 يتبقى لي هنا ام باور 2 وهنا كام؟ خدتها كلها يبقى ماينس 1. ماشي دي باور 2 راحت مع دي باور 2 وام راحت مع الباور 2 يتبقى لي تحت ام ام باور 2 ماينس 1. قال لي لو انا هفك ام باور 4 ماينس 1 دي بفكها كده
M bar 2 plus 1 و M bar 2 minus 1. دي هتروح مع دي يتبقى لي M bar 2 plus 1 over M. ماشي؟ أروح للسكند تيرم لازم يطلع لي بالشكل ده. خلاص؟ السكند تيرم هيبقى A اللي هي دي